حقوق المرأة وظلم المرأة، بعضهم إذا قال له النساء قال إنهن ناقصات عقل ودين، فيفهم الموطن في غير موطنه. من قال لك أن المرأة مجنونة؟ هي الله عز وجل يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لماذا قال الله والسارق وإيش والسارقة فاقطع عدوهما؟ ليه يكلفها ربي وهي ناقصة؟ الله عادل من خلق العدل، إنما النقصان هنا شرفا لها وليس ذلا لها. ناقصات دين أي أنها إذا حاضت لا تصلي، وناقصات عقل يعني أن شهادة الرجل بيش بامرأتين. ما العلة والحكمة؟ قال الله أن تضل فقط تنسى، لأن قلبها فيه رحمة، هذا دليل رفعة لها وليس إهانة لها، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأن المرأة عاطفية. هذه حقوق المرأة،